تختلف طرق الاحتفال بالعيد من بيت إلى بيت، ولعل أكثر من يشعر بفرحته هو من ينظر إليه كمناسبة إسلامية خالصة يستشعر معانيها ويقدرها. هذه السيدة أحبت الإسلام واعتنقته منذ كانت تعيش في روسيا بلدها الأم، واليوم تحتفل بالعيد بين أسرتها في غزة. عيد إسلامي كتير حلو لأنه بجمع ناس مع بعضهم، بجمع قرايب. كتير حلو في العيد صلة الرحم. عيد البرة بتلاقي كل إنسان لحاله، ممكن عيلة مع بعضها، بس ما بتجمع كله عائلات مع بعض. الملابس الجديدة للأطفال وحلويات العيد كلها جهزتها بعد شهر الصيام، زارعة في أبنائها تعاليم الدين الإسلامي الذي ما زالت تدرسه منذ سنوات. يعينها زوجها على التأقلم مع البيئة العربية ويحاول تعويضها عن غياب عائلتها. هنا الأهل بيجوا بزوروا صلة رحمهم، يعني بنتهم أو أختهم أو شيء زي هيك. أنا أخوتي ما شاء الله 8 وخواتي 4، فكلهم بيجوا بزورونا هان، فبنعمل جو يعني وكأنه هي إلها عائلة كبيرة هان موجودة، فما بتشعر بالشعور النقص اللي ممكن يشعره أي شخص. محبة عائلة زوجها لها ونجاحها في عملها ومكتبتها العامرة بكتب الدين والقصص والطب كلها تشير إلى شغفها بالتعمق بالثقافة الإسلامية والعربية، فهي لا تترك دروس العربية والقرآن والفقه منذ اتخذت قرارها. إسلام ما شاء الله كله حلو على بعضه، وعجبني أخلاق إسلامي كتير. يعني أنا لما شفت جوزي أكتر إشي أنا شفت فيه أخلاق إسلامي، وهذا اللي عجبني فيه، وهذا اللي اقتناني إنه أنا أسلم. وبعدين شوية شوية صرت أقرأ الإسلام وألاقي كل حاجة أحلى وأحلى. اجتماع العائلة وصلة الرحم والتكافل الأسري كلها معان لم تكن تشعر بها العديد من الأجنبيات التي يقمن الآن في البيئة الفلسطينية. نتعامل في الأعياد معها بشكل اعتيادي، إلا أنها تحمل لهن الكثير من المعاني العظيمة. إنه العيد بنكهة مميزة يحل ضيفا عزيزا على من يعيشه بكل تفاصيله الدينية والاجتماعية، عاشقا أخلاق هذا الدين ومتلهفا ليعرف المزيد عنه. ديما اللبابيدي، فلسطين اليوم، غزة، فلسطين المحتلة.